المفروض نستعد لايش في المستقبل؟ الى اين ياخذنا المستقبل مع الذكاء الاصطناعي في الاجهزه؟ انا برايي الشخصي بدايه احنا لازم نقتنع او نتعامل مع انه في ذكاء اصطناعي وهو صار موجود، نتقبل ونرضى. نتقبل، ايوه بالضبط. هي بدايه. اثنين، نفكر كيف نحن نقدر نستخدمه لفوائدنا الشخصيه في المجال الشخصي العائلي والعمل. في فوائد كثيره بمجال العمل، صار كثير انا عندي مساعد شخصي مثل ما ذكرتي حضرتك في عملي، في كماركتينج، كمذيع، كمدير شركة، كمبرمج. اليوم أنا شفت برامج من جيميني، نفس اللي تطرحها جوجل، أنا بقول له أنا بدي أبني برنامج موبايل يساعد مثلا في حجز صالة ألعاب. هو يبني البرنامج، يبني البرنامج بنفسه. أنا ما عاد محتاج مبرمجين بشكل كامل، يمكن كنت أحتاج 500 ساعة برمجة، اليوم أنا محتاج فقط 20 ساعة برمجة وصار عندي برنامج كامل. بالنسبة للمجال الشخصي والعائلي، أعتقد الأطفال أو يعني التينيجرز هم أكثر ناس حيستفيدوا منه، لأنه هم أسرع ناس في التقبل التقنيات الجديدة. أكثر مننا صراحة. شفنا نحن كثير كيف بدأوا يغيروا الصور، يغيروا الفيديوهات، مثل ما ذكر التقرير،